الأسرى دول ميدانيا حماس كيف تؤمن وجودهم، علما بقى بأنه الأمريكان دخلوا في موضوع شليط والأوروبيين دخلوا في موضوع دخلوا شليط بري وإسرائيل بكل ما أوتيت من قوة في موضوع شليط، مفهوش طلاق. وكان مبارك بيقول ده كلينتون بيكلمني 30,000 مرة. يعني هل هناك يعني بنية تحتية كبيرة لها مواصفات معينة تحتجز فيها حماس هؤلاء في الأسرى؟ غزة كلها الأد 360 حافظت كيلو بالخريطة، بس في الواقع أقل صارت شوي. الجهاد وحماس عندهم صاروا عدد منيح، الجهاد عنده 30 بالمناسبة، الناس بنسوا دور الجهاد، عندهم 30 أسير أو أكثر شوي، يعني أكيد مرتبين حالهم يعني. هذا إذا ظلوا لسه أحياء على هالقصف هذا، ما بتعرف مين ظل طيب ومين، محدش بيعرف لأن التفاصيل لسه مش مكشوفة. أعتقد أنه أكيد هيبقوا حريصين على حياتهم لأن الكارتل المفاوضة، لا في ناس ماتوا ربما، لأنه أنت بتحطه في منطقة بتقصف مناطق كاملة. يعني عملية القصف اللي بتصير الآن أشبه بقنابل العنقودية. هلا وزي ما أنت قلت هي مواجهة بقصف موجه. تماما، لسه جاي القنابل الذكية اللي بتنتظرها، وهي احتمال يعني إذا صارت هي عملية تقدير. هو ده الدعم الأمريكي المطلوب اللي جاي مقدم للدخول، هم مش هيدخلوا هيك، فيعملوا عملية بر. طيب. التأمين أعتقد يعني الشباب قادرين على ذلك لأنه صار عندهم خبرة في هذا الموضوع، وأتصورهم بالنسبة لهم هذا ثمن يعني بالنسبة لهم مغري أن يحافظوا عليه.